سلام البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم، جيت لكم اليوم بواحد الوصفه تركيه اللي هي البوريك التركي، سهله التحضير. هما نورمالمون كيستعملوها بورقه الفيلو، مي انا غادي نحضرها معكم بواحد العجينه سهله. دونك المقادير كيف ما كتشوفوا، كنحتاجوا جوج كيسان ديال الدقيق الابيض البورس، بيضه، كاس ديال الماء دافئ، جوج معالق كبار ديال الخل، جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وملعقه صغيره ديال الملح. ما كتكون لا خميره لا خماره لا حتى حاجه. كنجمعوا الخليط ديالنا، العجين ديالنا مزيان. كنبداو بالنواجف، كنضيفوا ديك البيضه والخل والزيت، ونضيفوا الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على واحد العجين متماسك وكيكون رطب وزوين بزاف القوام ديالو. هاد العجينة البنات ما كيحتاج للتخمير، كيحتاج فقط نخليوه يتساح واحد 30 دقيقة. دابا غادي نحضروا الحشوة اللي هي سهلة واقتصادية. كنحتاجوا البصلة صغيرة، فص ديال الثوم محكوك، شوي ديال الكفتة الا بغيتو، ولا ممكن تستعملوا الدجاج الا بغيتو، وبطاطا محكوكة اللي غادي نضيفوا على هاد الحشوة، وغنستعملوا شوية نتاع المعدنوس، القزبور والتوابل كيبقى لكم الاختيار. انا درت فقط الملحه والبزار، وبيان سور شويه ديال الزيت باش كنشحروا هذا الشيء كامل. كإضافة فقط للتنسيم البنات، انا ضفت واحد الملعقه كبيره من مركز طماطم او صوص طماط، هذيك اللي كتكون موجوده. هذا فقط اضافه من عندي، ممكن تستغناو على هاد ليطاب هذه. كنوضعوا الحشوه ديالنا في البدايه ديال العجين هكا على الجانب، وكنبداو كنلويو بشوي بشوي، وحنا كنجروا عندنا العجينه، ونحاولوا ما امكن كيف ما قلت لكم ما تقطعش لينا العجينه، ما كتكون العجينه رطبه بزاف، كتكون سهله انها تقطع. فوالا، كنلفوا بهذه الطريقه بشوي بشوي، وكنحطوا في الصينيه ديالنا اولا في المول اللي غادي نقدموا فيه هذا البوريك. ممكن تقدموهم هكا في المول اولا على شكل دائري كشكل الحلزون، حتى هو كيجي رائع في المنظر. هاد الاثناء كنشعلوا الفران ديالنا على درجه حراره 180، يكون سخون من التحت ومن الفوق، وكندهنهم بصفار بيضاء، ونرشوا عليهم شويه ديال الزنجلان اولا البافو الى عندكم، كيجي حتى هو زوين. وفوالا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي، كيجيو زوينين ومحمرين. ممكن تقدموهم في الكوتي ولا الغداء ولا العشاء كيف ما بغيتو. وهنايا حضرت معكم واحد الفلوتي اللي ما صورتوش، ولكن الوصفه سهله، المقادير ديالو سهله واقتصاديه، فقط كنحتاجو الجزر، مندرين والموز.
كنطحنوا هذا الشيء كله بالتدريج في الميكسور بدون نقطه ماء ولا نقطه ماء ولا اي حاجه كاضافه، فقط كنرميو هذاك المندرين حتى كيطلق الماء ديالو، كنضيفوا عليه الجزر حتى هو بنفس الطريقه، وكنضيفوا البنان فكيجي رائع فعلا وكيجي صحي ولذيذ. ممكن تقدموه للاطفال ديالكم على شكل كومبوت، حتى هو كيجي زوين ومذاقو لذيذ بدون اي اضافه او سكر. كنتمنى لي غوسيت ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنسونيش باللايك ديالكم. شكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.